السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الاكستراكشن تكنيكس، ازاي اعمل اكستراكشن من الالف الى الياء ان شاء الله بالاليفيتورز والفورسبس. وفي الاول هنبدا هنقول بس البوزيشن بتاع البيشنت وبتاع الدنتست، انت ازاي تقعد وازاي تقف وانت شغال، وازاي برضو ايه البيشنت يكون قاعد تمام. وبرضو احب اشكر طبعا الدكتور عمر فرويز ان هو سمح لي اعمل الكلام ده، الفيديو ده في عيادته، واخويا البشمهندس عبد الله على التصوير. طيب نبدا اول حاجه البوزيشن بتاع البيشنت. طبعا ايه بقى في الكلام، اي حاجه هنقراها يقول لك ان البوزيشن تبقى كومفورتبل، والهيد ريست والنيك ريست والباك ريست وكل حاجه تبقى مظبوطه بحيث ان البيشنت ايه يكون قاعد مرتاح. لو انا هشتغل لور او خلينا في الابر الاول، لو انا هشتغل ابر بيقول لك ان التيث او الماكسيلري بلين الاوكلوزي يعني السنه من اخر اللي انت شغال فيها تكون 45 ل 90 درجه من الفلور. يعني ادي الفلور الارض اهي، ادي الارض اهي تمام، ايدي دي برا للفلور خلاص كده، يبقى هو البيشنت كده، يبقى ايه اسنانه 90 او 45 تبقى كده تمام. يعني ايه هنفترض ايدي دي هي الفلور عامله ايه سطح مستوي تمام، يبقى انا عايز الاسنان دي يا اما تبقى عامله 90 درجه كده مع ايدي اللي هي الفلور او 45 درجه تمام. ده وضع البيشنت لو انا هشتغل ايه في المجزله. يعني باختصار له هيبقى ايه كده، يعني البيشنت كانه ايه نايم بالوضع ده كده. طبعا الكرسي محتاج ينزل ورا اللي هو كانه ايه نايم بالوضع ده كده تمام. لو انا هشتغل بقى ايه لور بيقول لك ان المجزله كلوزال بين يبقى بارلل تقريبا او ايه 10 شويه او 10 درجات، يعني ايه بالوضع ده تقريبا كده. الموضوع يعني مش حاجه مش اللي هي حدش هيجيب منقله ويقيس وراك يعني، ولكن ايه تقريبيا كده تمام. تمام، يبقى قلنا المانديبولر 10 درجات او بارلل، والمجزله بيكون من 90 او 45 درجه. انت بالنظر برضو ايه هتقدر تحكم عليها وتشوفها تمام كده. بالنسبه لوضع البيشنت، انت بقى كاوبريتور او كدكتور هتقف فين؟ كل شغلك هتكون واقف رايت فرونت هنا كده تمام. انت اهو اكسسك كل رايت على يمين البيشنت قدامه كده، انت عندك اكسس لكل الاسنان تمام. تمام، الا اللور رايت مولر انت تيث اللور رايت، يعني كل ده انت واقف في الرايت فرونت بتاعك ما عدا اللور رايت. بقف لها فين؟ رايت بيهايند، باجي هنا وهنعرف ليه دلوقتي تمام. يبقى كده كل البوزيشنز بتاعتي كل الاسنان بكون رايت فرونت ما عدا اللور رايت بكون رايت باك تمام. يبقى رايت فرونت كل الاسنان، لور رايت رايت باك تمام، اتفقنا. ده بالنسبه لوضع البيشنت والبوزيشن. نروح بقى ايه نتكلم على التكنيكس بتاعت القلع. طيب دلوقتي نيجي بقى ايه للتكنيكس بتاعي. هنبتدي باللور مثلا، عندي اللور مولر تمام. خلينا متفقين ان انا دلوقتي لما بمسك ده، طبعا احنا اتفقنا اللور رايت او ليفت نفس الايه الفورسبس لان زي ما اتفقنا عندي تو فوركيشن. طيب هنفترض ان انا هقلع السنه دي تمام. في كذا حاجه محتاج، اولا انا لو نلاحظ البون ضعيف قوي وخصوصا في الابر تمام، يعني انت اي حاجه هتلاقيه اتكسر منك تمام. فبالتالي احنا محتاجين نحافظ على البون ده على قد ما نقدر. احافظ عليه بايه؟ اول حاجه بسبورت. انا بعمل سبورت بايدي وانا بقلع، ايد بتعمل سبورت وايد بتقلع. السبورت ده بيختلف من مكان لمكان. احنا اتفقنا ايه اللي احنا بنقلعه رايت باك اللي هو ايه الرايت بتاع البيشنت رايت لور تمام. يبقى ده الوحيد اللي انا اكون واقف ايه هنا تقريبا كده تمام، رايت باك رايت بيهايند. فكله انا هبقى واقف، انا افترض الجنب ده هكون واقف انا فين؟ رايت ان فرونت، يعني انا واقف قدام البيشنت. هعمل ايه انا دلوقتي؟ رايت هاند، لو ليفت هاند العكس طبعا. انا عارف بتوع الليفت هاند دول ربنا معاهم، كل حد بيقول لهم العكس، وهم اللي بيشرح بيبقى عارف ايه العكس ولا هم بيبقوا عارفين العكس، بس ما علينا. يعني السبورت بتاعي ازاي؟ انا عندي بون هنا وبون هنا، فهبدا اعمل سبورت بالصباعين دول الاندكس والميدل والثام، بيكون عامل سبورت ايه للمندبل من تحت. يبقى الوضع بتاعي بيكون كده وانا من قدام اهو، يبقى انا هعمل كده وهقلع ايه بالمنظر ده تمام. ده بالنسبه للسبورت بتاع ايديا تمام. يبقى زي ما كنت بقول ده كده السبورت بتاع اللور ليفت مولر. يبقى انا عندي الثمب بيعمل سبورت للمندبل من تحت، والاندكس والفينجر بيعمل لي سبورت ايه للاسنان، وبقلع انا ايه بالمنظر ده تمام. تمام،
اللور رايت بقى انا هكون ورا البيشنت ورايت ليفت بيهايند هكون ازاي؟ انا طبعا اليمين دايما هي ماسكه الفورسبس عشان انا رايت هاند، تمام. هبقى الماسكه ازاي؟ هيبقى بالمنظر ده كده. الثلاث صابع دول هم اللي يعملوا سبورت المندبل، والاندكس والثامب هم اللي يعملوا لايه؟ سبورت للبون، تمام. يبقى ده البوزيشن بتاعي، يبقى اللور. لو ليفت بعمل ازاي؟ اهو ميدل واندكس والثامب بيعمل لي سبورت تحت. لو رايت انا الكلام ده لو انا قدام البيشنت اللي انا بخلع الليفت، لكن الرايت لور بكون وراه فبعمل ايه؟ اهو انا كده، لان انا المفروض ورا البيشنت، دي البيشنت قدام، بعمل الثامب والاندكس بيعملوا السبورت، والثلاث صابع دول بيسبورتوا ايه؟ المندبل من تحت، تمام؟ تمام. ده بالنسبه للسبورت بتاع اللور. السبورت بتاع الابر بقى، الابر هكله سهل شويه وايه؟ تريح دماغ. انا كله واقف رايت ان فرونت، يبقى انا تقريبا للبيشنت بالمنظر ده كده. السبورت بتاعي يبقى ازاي؟ انا اهو تمام، هو المفروض دلوقتي قاعد 45 او 90 اهو، تمام. انا عامل سبورت بالايه؟ بالثامب والاندكس، وانا ماشي كده وانا ماشي كده، تمام. هاجي كده هتلوح، انا مش هنقعد بقى هتلوح، انا معلش هروح مغير ايه، اخلي الثامب هو اللينجر وامشي كده. يبقى انا عندي ناحيتي الرايت بتاع البيشنت هكون الثامب هو اللي بكل وانا ماشي كده. انت تلقائيا هتلاقي نفسك اتلوحت، فهتروح عادل صوابعك بالمنظر ده كده، تمام. تمام، يبقى كده اهو، او كده او كده، يعني مش هتفرق. المهم ان انت تعمل ايه؟ سبورت. والسبورت ده مهم جدا عشان ايه؟ ما يبوظلكش البون ده. الكورتيكال بليد بتبقى ثن قوي، فاسهل حاجه حرفيا هتتكسر، تمام. ده بالنسبه للسبورت، تمام. تمام، والسبورت ده كان مهم قوي. نيجي بقى للتكنيك نفسه، ازاي اخلع. احنا اتفقنا نبدا باللور، وخلينا متفقين برضو قبل ما نمسك اللور ان انا عندي الحركات بتاعتي. الحركات بتاعتي هتكون عامله ازاي؟ طيب ايه هي الحركات اللي انا بستخدمها في الاكستراكشن؟ اولا الفورسبس مينلي اللي هي تيش اكسبانشن وهنشوفها دلوقتي، وعندي بقى الاليفيتور اللي هي الليفرج والويدجنج والويلاند اكسل هنشوفهم. اول حاجه تيش اكسبانشن، يعني تيش اكسبانشن هفترض ده السوكت بتاعي اهو البون، والقلم ده هو السنه بتاعتي، تمام. دلوقتي السنه جوه البون، الاحمر ده الكراون، الابيض هو الروت، تمام. تمام، دلوقتي انا لما باجي اعمل زي ما اتفقنا الحركه بتاعتي، ان انا باجي هنفترض باكولينجل بالمنظر ده، السبونجي بون هو حتى من اسمه سبونجي شبه السفنج، يعني ده سفنج عندي اهو. السفنج ايه؟ بيتمط معايا لما بضغط عليه. نفس الفكره بالظبط اللي انا بعمله في البون اهو، بعمل بروح مثلا باكولينجل بالمنظر ده، بلاحظ ان المكان بيوسع معايا، او نفس اللي بيحصل في الاسبونج ده اللي هو الاسفنج، نفس اللي بيحصل في الاسبونج بون، بلاقي ايه؟ التشو معايا وسع. فلما باجي اجيبه باك كولينج اللي بالمنظر ده، بلاقي التشو وسع، اقدر ايه؟ انا اطلع السنه بكل سهوله. ده نفس الكونسبت بالظبط اللي احنا بنعمله في السكوت والسنه، تمام. تمام، وحتى برضو لو الحوار بتاع لو ليه دايما انا باجي على الثن، العظم الثن اللي هو مثلا في الاسنان كلها بقول لك تعالى على الثن اللي هي البكل، وبلاش تيجي على الثك اللي هي اللينجوال، والعكس في الانتيرور. لو نلاحظ يعني مثلا ادي السن اهو، دي ثن، لما انا اجي عليها بلاحظ بتتمدد معايا بكل سهوله، لما اجي على الثك دي التمدد صعب قوي. نفس الفكره، عشان كده انا لما باجي في اللور مولر اقول لك روح اللينجوال بلاش البكل، لو هتعتبر دي البكل ثيك ودي اللينجوال، لو انت جيت على البكل هتلاقي الاكسبانشن هيبقى صعب قوي، فعشان كده احنا بنروح لللينجوال، تمام. دي فكره التشو اكسبانشن بشكل عام. الليفرج بقى، هي الليفرج والويدجنج شرحهم افضل، هيكون على الكاست زي ما هنعمله كمان شويه في الفيديو، ولكن هنا برضو الليفرج اللي انا بسند على حاجه وبعمل ايه، يعني كاني بطلع القلم اهو، انا بسند على نقطه ارتكاز وايه وبطلع وبنتش لبره، دي الليفرج. الويدجنج انا عندي السنه في مكانها، فانا بعمل ويدجنج لحاجه تانية تروح السنه دي طالعه لي لبره، وهتوضح اكتر برضو على القصة عشان ما نطولش ايه في البتاع دي. نكمل بقى. طيب كده احنا بقى ايه فهمنا على السفنجه حوار ان او الفيلينه دي، حوار الليفرج والسوكت اكسبانشن والكلام ده كله، وايه والدنيا وضحت معانا جدا وبقت لطيفه، تمام. هنطبق الموضوع ده بقى ايه بالفورسبس بتاعتنا، وايه لو نلاحظ هنا بقى ايه البون قد ايه ثيك بكلي في اللور مولر، وقد ايه على عكس الايه الباقي كله او في الابر حتى. فعشان كده زي ما اتفقنا ان احنا في اللور مولر، زي ما قلنا اللور مولر الوحيدين اللي انا بعمل بكو لينجوال بكل، عفوا باقي الاسنان كلها ومع الابر
بعمل باكل لينجوال، لان زي ما احنا شايفين برضو ايه، زي ما قلنا الباكل بتبقى ثن قوي على عكس اللينجوال بتبقى ايه تخينه شويه، فانت دايما بتروح ناحيه الايه الثن. تمام. الا في حاله واحده بقى انا لا بعتبر الباكل ولا لينجوال، ايه هي الحاله دي؟ بدلي ديكيد توث، سنه مثلا على سبيل المثال هنيجي هنا مثلا الابر، يعني هي دي مش ديكيد ولكنها ايه مكسوره شويه. تمام، ده كناين. طيب الكناين ده انا المفروض اروح بكلي لينجولي. تمام، انا لو رحت او هو ده مظبوط اصلا، ولكن لو هنفترض العكس مثلا خلينا من الكناين ده عشان الكناين ده يلخبطنا اصلا، هفترض اللور 6 ده انا المفروض اروح بكل الابر 6، اروح بكل وبعدين ايه لينجول زي ما اتفقنا. هفترض ان اللينجوال دي كلها فيها مسوسة وتقريبا شبه مكسورة، تمام، والنص البكل ده موجود وسليم، هعمل ايه؟ دايما اروح ناحية الجزء الديستراكتد او اللي هو ايه متكسر او بايظ عشان السن ما تتكسرش. لانه باختصار مثلا على سبيل المثال لو عملنا ايه هنفترض دي كده مثلا ايه، هي لو كلها ايه نفس الثيكنس ده مش رفيع من فوق، وانا جيت قعدت اكل من الجنب ده اكل من الجنب ده اكل من الجنب ده وجيت تنتها كده، هتتكسر بكل سهوله لان هنا ايه فاضي مفيش حاجه. ولكن هنا لو هي هنا مليانه زي كده ما اكلتش انا من الجنب ده، انا اكلت من الجنب ده بس وجيت قطمتها كده هيكون اسهل قوي، على عكس لو انا جيت قطمتها كده على الحته اللي انا ما اكلتش منها هيبقى صعب قوي الموضوع. نفس الفكره في السنه بالظبط، انا لو عملت ناحيه عكس يعني الحته دي متاكله ورحت انا قطع هناك هي كده كده مفيش حاجه تسبورت فهتتكسر معايا. تمام، فعشان كده يفضل دايما ان انت الحركه طالما في جزء ديستراكتد من التيث يبقى اول حركه منك تبقى ناحيه الجزء اللي ديستراكتد حتى لو كان لينجول. تمام، متفقين. طيب نبدا بقى ايه المسكه. اول حاجه دايما يقول لك الابيكال جريب، ايه هي الابيكال جريب؟ خلينا متفقين ان انت ده السمنتو انامل جانكشن، تمام، اللي هي بتكون اللثه هنا تقريبا او الجنجفا بتكون في المكان ده باينه، بتكون هنا تقريبا كده. عندك انت الجزء الفوركيشن ده المفروض متغطي بجنجفا وعليه بقى اللي هو الجانكشن الابيثيليوم والكلام ده كله اللي احنا خدناه. يبقى انا هنا يبقى انا مش شايف اصلا، كل اللي تحت ده مش ظاهر، هو خط الجنجفا هنا تقريبا. تمام، طب ازاي بقى احنا بنقول ان الفورسبس بيمسك لحد الفوركيشن تحت بالمنظر ده؟ معناها ان انا بمسك وبعدين بروح داخل جامد كده اقطع الجنجفا الابيثيليوم اللي تحت ده، او اقطع البيردنتال ليجامنت اللي ماسكه لي الجنجفا بالتوث لحد ما اوصل الفوركيشن. ده اللي المفروض يحصل. يعني اصلا كونسبت الفورسبس ده ما بيمسكش كراونات، هو اصلا بيمسك الروت، فبالتالي ما ينفعش انا امسك من فوق كده وايه واروح ايه اعمل الحركات بتاعتي الباكو لينجول. لا، ليه؟ لان انا هلاقي بكل بساطه الكراون اتكسر. ليه اتكسر؟ هنشوفها برضو ايه سريعا على السفنجة دي. ماشي، قضية الفالكروم والديب ابيكال جريب، ليه لازم اعمل ديب ابيكال جريب؟ دلوقتي احنا عندنا اي حاجة بيكون ليها نقطة محور او نقطة ارتكاز هي اللي هي بتدور حواليها. تمام، النقطة دي انا محتاج اقرب لها على قد ما اقدر وانا بعمل حركة بحيث ان ايه ابقى متحكم او عندي تحكم كامل في الجزء في الحاجة كلها. انا لما امسك الحاجه دي من طرفها تحكمي فيها ما بيكونش احسن حاجه، على عكس ما اكون ماسكها من النص بتحكم فيها ايه افضل وافضل. يعني انا لما امسكها من النص اي متحكم فيها تمام، لكن لما امسكها من الطرف الجزء ده انا ما عنديش تحكم فيه. فبالتالي ده اللي احنا بنعمله في الديب ابيكال جريب. لو نفترض ان ده جزء الكراون واللي تحت ده جزء الروت، تمام، خلاص انا لو مسكتها من بره كده خلاص التحكم تحت ما بيبقاش احسن حاجه. تمام، ولكن لما انا بنزل خالص احاول اعمل ديب ابيكال جريب زي ما بنقول، خلاص انا قربت من نقطه المحور او الارتكاز ايه قدر المستطاع، فبالتالي التحكم بقى اكتر وايه وفي نفس الوقت القابليه السن انها تتكسر بقت اقل لان انا خلاص متحكم فيها بشكل افضل وكل حاجه بقت تمام. فهنا بقى اللي احنا بنعمله اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه تيشو ويدجنج، ونسيت اقولها برده في الفيديو اللي فات ان احنا واحنا دي لو هي الفورسبس انا ببقى ماسك السنه كاني بمسك السنه دي كاني بعمل اكسبانشن للروت بالسنه، كان السنه هي العصايه دي اهي، انا ببدا اعمل اكسبانشن بالمنظر ده. تمام، اتمنى ان شاء الله تكون وضحت. نرجع نكمل. يبقى كده شفنا ازاي ايه حوار بقى الفالكروم او نقطه القوة او الكلام ده كله على سفنجة، وفهمنا ان انا كل ما بنزل كل ما بقى ايه بقلل احتماليه كسر الروت. فعشان كده ايه انا بنزل على قد ما بقدر وبنزل فين بالفوركيشن بتاعتي لحد ما اوصل للفوركيشن. اول ما الفوركيشن بقى التبات بتوع الفوركيشن في اللور يدخلوا في
الفوركيشن خلاص هو ماسك مسكه محترمه دلوقتي، هروح اعمل ايه بقى؟ اروح رايح احنا هنا لور مولر، يبقى هبدا لينجوال بعدين ايه بكل، هاجي لينجوال بعدين ايه بكل، اي حاجه تانية العكس اروح بكل بعد اللينجوال زي ما اتفقنا. في حاجه بقى، في ناس ايه يروح ماسك يروح بكل لينجوال بكل لينجوال سريع 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 دي كده ولا كانك بتعمل حاجه، لان زي ما شفنا ايه في السفنجه انت محتاج تقف شويه بحيث ان انت ايه تعمل شويه بريشر محترمين على البون بحيث ان هو ايه يبدا يحصل له ايه كومبريشن ويوسع شويه. فانا مثلا همسك اهو مثلا كده اهو هاجي لينجوال، انا فرضا انا جيت لينجوال كده اقف مثلا 5 6 ثواني واروح راجع بكر 5 6 ثواني وهكذا زي ما شفنا بالظبط في ايه في اللين اللي احنا لسه عاملينه من شويه كده كده تمام. ده تقريبا يعني ايه اللور، ونفس الفكره مثلا اللور لو انا هخلع اللور بريمولر نفس الفكره، بس هنا ايه بقى احنا اللور بريمولر هاجي تمام عملت انا الايه، حتى لو انت تيجي تمسك على الكراون هتلاقيها بتزحلق منك مش ماسكه كويس، لكن لما تنزل على الروت وتمسك ماسكه محترمه كده خلاص ماسك منك ماسكه ايه تمام. ونفس الفكره تروح بكلي وتقف شويه لينجولي وتقف شويه، ونفس الفكرة. الموضوع محتاج ايه سنس ومسايسه كبيره قوي، ان انت يبقى عندك سنس وتسايس السنه، مش اللي هو اروح واجي كده غالبا هتتكسر، ودي مش هتيجي من اول مره، لازم الواحد يخلع مره واثنين وعشرة لحد ما يبدا يكون ايه السنس بتاعه ان هو ازاي يقلع السنه تمام. ده كده بالنسبة للأبر واللور، يعني الموضوع بسيط ما فيهوش كلام كتير يعني. نيجي للأبر بقى نفس الفكرة برضو، لو أنا ده مولر اهو، ده احنا عايزين نعرف دلوقتي في بيك، عايزين نعرف رايت ولا ليفت، خلاص أنا أشوف البيك أهي النوتش اللي طالعة من البيك هتيجي إيه ظابطة بكل في الرايت، يبقى ده إيه؟ أبر رايت فورسبس أهو، همسك البيك دخلت في الفوركيشن ابدا اعمل ايه بقى بكه لينجولي بكه لينجولي تمام تمام. وخلينا الاول نتفق على كام حاجه، الاول حاجه انا بدخل البيك لينجولي وبعدين ايه ادخل البكه، بدخلهم الاول كده اتاكد ان مفيش اي جنجفة تحتيهم، يا دوبك حاجه بسيطه بس ادخل جوه الجنجفة وبعدين اروح زائق لتحت، قرب في الحته دي يا عبد الله معلش اهو، يبقى انا بدخل حاجه بسيطه الاول بدخل البيك اللينجول، لا اللينجول انا مش شايفه انا شايف البكر، فبالتالي اتاكد ان مفيش اي جنجفة تحت الايه البيك، ادخل لينجول وبعدين ادخل بكر وبعدين ازق لتحت بحيث ان انا اقطع الجنكشن الابيثيليوم ده واوصل لحد الايه الفوركيشن. يعني انا في الاول هبقى ماسك كده لان انا ايه في جنجفة، هبقى ماسك كده دخلت اللينجول والبكر بالمنظر ده كده ظبط الفوكس اهو، واروح ايه زائق لتحت لحد ما اوصل الفوركيشن. يعني انا الاول كده وبعدين اروح زي اللي تحت لما اوصل للفوركيشن، يبقى انا هبدا باللينجول بعدين البكر، اتاكد ان مفيش اي جنجفال انترابمنت جوه الفوركيشن عشان ما اقعدش اقطع الجنجفال بقى وبهدلها، اتاكد الاول ان انا ايه على التوث مش على الجنجفال، احط اللينجول بعدين البكر وبعدين ازق الايه لتحت لحد ما اوصل اللي هي بيسموها ديب ايبيكال جريب لحد ما اوصل لايه للفوركيشن تمام تمام. برضو مثلا ايه لو انا عندي ده بتاع البريمولر اهو نفس الفكره، امسك احط اللينجول بعدين البكل وايه وازق لتحت لحد ما اوصل للايه اعمل الديب ايبيكال جريب بتاعته، ونفس البكل لينجوال بكو لينجوال لحد ايه ما تطلع معايا تمام. يبقى كده ده بالنسبه للفورسبس تقريبا هي ايه ما فيهاش يعني حاجات صعبه قوي او كتيره قوي، كل الفكره ان احنا عندنا اللور وقلنا ازاي والابر مسكتهم ازاي والبوزيشن وكل الموضوع بوزيشن. كل لو هنلخص كده اهم الحاجات ان انت تعمل ديب ايبيكال جريب كويسه، تبقى عارف ان انت هتعمل بكل ولا لينجوال او في اللور مولر طبعا بس هي اللي بتبقى لينجو بكل اللينجوال بكل بعدين الباقي كله ايه بكل لينجوال. اهم حاجه ان انت تعمل تو ستاند شويه، ان انت تعمل بك وتستنى شويه وتعمل لينجوال عشان تدي فرصه للسوكت ان هو يحصل له اكسبانشن. لو عملت الحاجات دي تقريبا ان شاء الله الدنيا هتظبط وهتبقى كويسه. وطبعا يعني ما نتوقعش ان من اول مره نيجي نخلع الدنيا تظبط، طبيعي ان الواحد يعمل بلاوي مره واثنين وثلاثه لحد ما الدنيا ان شاء الله ايه تظبط تمام تمام. نيجي بقى للإليفيتورز اول، وحتى الخطوات على فكره يعني في الاغلب او في اغلب الاحيان احنا ما بنبداش بالفورسبس على طول. لو انا جات لي سنه كويسه يعني ايه في مكانها زي كده مش نازله لتحت مثلا ما فيهاش بريدنتال ديزيز ولا حاجه، سنه كويسه وفي مكانها وكل حاجه، لو انا اخلع بيعملوها الاول حاجه لاكسيشن، يلخلخها الاول بالإليفيتور وبعدين يحط الفورسبس
ده اغلب الناس بتعملوه. الفورسبس ده بتخش على طول بالفورسبس لو هي السنه بريدنتال ديزيز اللي هي هي ملخلخه اصلا تتقلع على طول، هي مش عارف فيها ايه ايه ايه. لكن في العاده لو هي السنه ماسكه نفسها وكويسه جوه السكت، بستخدم ايه الالفيتور الاولى لخلخها وبعدين ادخل اعملها ريلاكسيشن وبعدين ادخل بالايه بالفورسبس. تمام. طيب حركات الفورسبس بقى، الكروير الاول عشان نخلص منه زي ما اتفقنا، لو انا عندي سنه مالتي روت التيث، وغالبا بيستخدم في اللور بس على فكره، لان هو بيطلع وخصوصا الكروس بار، الكروس بار ده يعني بيستخدمش الا في اللور، لان هو انت متخيل بقى انت كانك ماسك كوريك عربيه حرفيا، فبتطلع فورس جامده قوي. فدي لو في الابر، الابر ضعيفه ممكن تتكسر الكورس كالبليت معاك، فعشان كده بيستخدم اكتر حاجه في اللور اهو زي ما احنا شايفين هنا كده. هنفترض الرود ده طلع والرود ده، الرود ده طلع الديستال طلع والميزه لسه قاعد، اطلعه ازاي؟ هروح جاي كده هكسر الانترسبت البون ده، البون اللي في النص بكسره بالتب بتاعته، بروح ايه مطلع الايه الرود بتاعي اللي هم بيسموها ويل اند اكزل. ويل اند اكزل ليه؟ ويل اند اكزل اللي هي بيسموها العجله والمحور. الاكزل هنفترض ده الاكزل اهو، دي عربيه، ادي العجلتين اهم وده ايه المحور اللي في النص والعجل بيدور، يبقى ده الاكزل بتاعي. العجله بقى اللي بتدور كده، انت لما تدور كده يبقى هي دي ايه الويل، يبقى دي الويل اند اكزل. خلاص ده الويل بتاعك وده الاكزل، نفس ايه الحركه دي كده، ده الوحيد اللي بيشتغل بمبدا الويل اند اكزل ده. تمام، عشان كل الاليفيتور ليه مبدا معين بيشتغل، بيبقى ده الويل اند اكزل. واتفقنا لو هو ايه في المالتي روت الروت طلع والتاني لا. تمام تمام، نيجي بقى للستريت واكتر واحد بيستخدم. في عندي الاليفيتور في الويدجنج والليفرنج اللي هي اللي احنا قلناهم اللي هم مبادئ الشغل، واتفقنا طبعا ايه الويل بيتعمل، الليفرج بيبقى بيتعمل ازاي والويل بيتعمل ازاي. وقلنا ان الاليفيتور لو هعمل الليفرنج بيبقى ايه بريبنديكولر عمودي عليه، يعني ادي اللونج اكس بتاع التيث وادي الاليفيتور بيبقى ايه عمودي عليه. لكن لو هعمل ويدجنج بيبقى بارلل ليه، بقى ايه بنغزه جوه كده جوه السوكت يبقى بارلل. يبقى الويدجنج بيبقى ايه بارلل لللونج اكس بتاع التيث، لو هعمل ليفرنج بيبقى ايه بريبنديكولر عليه. وحاجة مهمة جدا نسينا نقولها في الفورسبس، الا وهي ان انت لازم تبقى بارل للونج اكس بتاع التيس، يعني ما ينفعش اجي كده ولا اجي كده، ده سواء ابر او لور او اي حالة من الحياة ما ينفعش تبقى مايل، يعني لو مايل هيتكسر معاك على طول. لازم تبقى دايما ايه حاجة محترمة كده ايه بارل للونج اكسس بتاع التيس. تمام تمام، نيجي بقى للاليفيتور. الليفرنج، الليفرنج دي زي ما اتفقنا ايه ان انا كأني ايه بفتح ازازه حاجه ساقعه. تمام، الفالكرم انا عايز حاجه اللي هسند عليها زي ما احنا شرحناها، وايه مش هنكتر في الكلام تاني زي ما قلنا في السن. هنشيلها ازاي؟ انا محتاج اسند على حاجه، هل ينفع اسند على البكل بليت مثلا او اللينجوال؟ لو نلاحظ هي ضعيفه قوي، ولكن معلش قرب لي كده، وخصوصا في الابر كمان الابر بتبقى ثن قوي ثن قوي، ولكن لو هنبص على الانتر دنتال العظم اللي ما بين السنه دي والسنه بيبقى فيه كانه مثلث هنا كده، المثلث ده بيديك ثيكنس يعني ده ولا ده، فده رفيع قوي ولكن المثلث ده بيبقى تخين، فده تقدر تسند عليه. عشان كده اي اليفيتر تعمل ليفرج او كده دايما بتسند على المنطقه دي، ما ينفعش اسند ايه على البكر، يعني ما ينفعش اجي اسند كده هتتكسر مني على طول، لا ينفع اسند ايه هنا كده، اسند على مثلث العظم اللي هنا ده، ده هيسهل معايا الدنيا كتير قوي. تمام، يبقى انا ما بسندش بكل ولا لينجوال، انا بسند ايه ميزيو بكل، اي اليفيتور بستخدم ميزيو بكل. ليه؟ عشان زي ما اتفقنا انا عايز ابقى ساند على منطقه العظم اللي في النص دي اللي هي ايه قويه وتستحمل ان هي تبقى فالكرم ليا، اللي احنا شايفينها هنا ضعيفه قوي هنا ايه قويه قوي. تمام، ميزيو بكل إيه؟ انا اعتمدها، اي اليفيتور هتيجي تستخدمها تخش من الميزيو بكل. هدخل ازاي؟ اهو همسك الستريت، لو هعمل ليفرج اهو هاجي بالمنظر ده كده، الكونفكس الكونفكس زي ما اتفقنا ناحيه البون والكونكيف ناحيه التوث بالمنظر ده كده اهو. انا طبعا المفروض هنا الجنجفا، بدخل تحت الجنجفا كده لحد ما اوصل للبون واروح ايه زق لفوق كده وازق الايه لفوق، بنزل وازق الايه لفوق. تمام، والفالكرم بتاعي ايه البون اللي ما بين السنتين، مش البكال بليت ولا اللينجوال بليت. تمام، ميزيو بكال، وعرفنا ليه. الابيكسو بقى لو انا اعمل بيه ويدجنج اهو، ببقى ماسكه كده اهو، بدخل في المنطقه دي، بدخل ايه بلل بحركه دائريه بنفس المنظر ده، كاني يعني ايه كانك بدخل مسمار في حاجه، يعني الموضوع ايه كانه لو تتخيل مش بس في الاسنان، في اي حاجه انت حاجه ضيقه وعايز تدخل حاجه في النص
بكل بديهيه هتروح عامل كده، تقعد تدوره شويه 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 كده، ايه تلف وتلف وتزق، تلف وتزق بالراحه وتسيسها، عشان ايه؟ انت بتتعامل مع حاجه ديليكت او ممكن تتكسر. تمام، ده بالنسبه للويدجنج. واتفقنا قلنا بالنسبه لللاكسيشن او الليفرج اكشن بتعمل ازاي، والويل اند اكسل بتعمل ازاي. تمام تمام، ده كده تقريبا احنا قلنا ايه المين بوينتس او الحاجات الاساسيه للليفيتورز والفورسبس. هنقول بقى شويه ايه تبات سريعه كده، ودي برضو ايه عشان نبقى متخيلين شويه ايه حوار الويدجنج ده. بس طبعا هنا ايه اهو شوف كده، انا لما عملت ويدجنج للسنه شوف هي طلعت لبره ازاي، هي كانت جوه كده، لما نعمل لها ويدجنج اهو طلعت لبره. هنفترض ده نفس المبدا بالظبط احنا بنعمله مع البون. طب انا عايز اعمل بقى ايه لاكسيشن، هسند على الجزء اللي في النص وايه اهو نفس المبدا كده بالظبط، نفس ما انا عملت ده اللي انت بنعمله في البيشن حرفيا بالظبط. تمام تمام، والويلاند اكزل اهو ده هنا مش هينفع، اهو ما ينفعش استخدمه كده لان ده المفروض ليفت واحنا هنا شغالين في الرايت، فاهو هروح ايه ينفع يمشي مع السنه دي، بس طبعا ده استخدامه في المالتي روت التيث اه بالمنظر ده كده. فهمنا المبدا او ازاي بتشتغل، ان شاء الله يكون الدنيا ايه اتفهمت وبسيطه. يعني هنقول بقى شويه تبس سريعه كده. اول حاجه احنا اتفقنا ان لو السنه باد ليديكيت توث ببدا الموفمنت بتاعتي عند الحته الايه اللي فيها ديستراكشن او تيث او اي كلام ده كله. وطبعا الجريب بتاعتي في الفورسبس تبقى جريب محترمه، ما امسكش مثلا ايه ملخلخه كده اي ماسكه هوب اجي اشد الاقي نفسي طلعت والسنه لسه مكانها. الجريب بتاعتي لازم تبقى ديب ابيكال جريب، ماسك كويس، متاكد ان انا الموفمنت بتاعتي هعملها ايه، هي بكل ولا لينجوال. تاني حاجه او اخر حاجه واهم حاجه ان انا ايه اقف شويه ما بين البكل واللينجوال، وبحاول انزل بابيكال على قد ما بقدر. يعني انا بمسك كده افضل انزل لحد خلاص انا مش قادر انزل تاني، حد وصلت الفالكرم ومش قادر انزل تاني خلاص ده اخري. تمام الحركات الاول احنا نسينا حاجه مهمه قوي برضه، او خلينا نخلص التيبس ونقول الحركات دي في الاخر. دلوقتي انا المفروض خلعت السنه وطلعت بيها اهي، تمام خلاص خلعتها وطلع. هل اطلع كده على طول ولا بطلع لبره ولا بطلع لجوه ولا ايه؟ احنا خلينا متفقين ده بق البيشنت. انا دلوقتي بخلع السنه ده، اروح انا بقى متحمس وديب ابيكال جريب وهطلع بوف اروح خابط انا في بق البيشنت ده، اكسر له السنه دي ولا اكسر له وشه ولا الله اعلم هعمل فيه ايه. فدايما الفاينل وذرول بتاعك وانت بتقلع السنه دايما لبره، بكل ايه كلوز وبكل كده، بحيث ان انا ايه ابعد عن البيشنت الفك العلوي. وكذلك برضو ايه لو انا بخلع ابر، انا بخلع كده مثلا انزل انا تحت اروح داخل في المندبل بتاعته ابوظها له، لا برضو ايه بكر، ما عدا في حالتين الابر 8 واللور 8. لو الابر 8 انا يعني ايه صعب قوي ان انا اوصل له واجيبه ايه بكر شويه، اجيبه بكر على طول، فبجيبه ايه ديستو بكر، ديستو بكر عشان يطلع معايا على طول، لان انا ورا ما عنديش اي حاجه، فبالتالي هيبقى سهل قوي ان هو يجي معايا ديستل، ديستو بكر. تمام تمام، واللور 8 احنا شايفين البون عامل ازاي بكل، هجيبه بكل فين اروح بيه فين، فبالتالي ده الوحيد اللي انا ايه باخد استثناء واروح بيه ايه لينجوال، بس بكون ايه حريص على قد ما اقدر. تمام تمام، يبقى كل الاسنان اوت وورد لبره ما عدا الابر 8 واللور 8. الابر بجيبه يعتبر بره برده بكل، ولكن ايه ناحيه الديستال شويه الوحيد وهو كمان ايه مخالفين كلهم في كل حاجه بسبب ان البكل ايه بون كبير، فكل حاجه ايه بتروح لينجوال. تمام طيب اخر حاجه بقى، احنا اتفقنا دايما كل حركات الاليفيتو، معلش انا عارف الفيديو ملخبط شويه عمالين نتكلم هنا وهنا، بس يعني ايه انا بحاول على قد ما اقدر ان انا كل ما افتكر حاجه اقولها وايه ما انساش حاجه. الفالكرم بتاع احنا اتفقنا دايما في الميزو بكر، لان ايه البكر بليد دي ضعيفه تمام او اللينجول، فدايما بكون ايه ميزو بكر. الا بقى لو جيت عند اللور مولر انت عمالين نقول بقى البكل بون والبكل بون حاجه محترمه كده، هنا ممكن تسند على البكل بون في اللور مولر، بس ده استثناء وحيد. تمام الحركه الاخيره اللي احنا نسينا نقولها او حركتين، احنا اتفقنا كل اسناننا شغال بكو لينجوال بكو لينجوال، ليه؟ لان انا عندي الروتس كده، ولكن مثلا لما اجي لللور بريمو 5 اللور سكند مولر او الابر انسايزر، انا بلاقي الروت بتاعهم بيبقى كونيكال او مخروط الشكل او يعني راوند. تمام ده الوحيد اللي الحركه بتاعته بتبقى راونديشن، ببدا راونديشن. انا مثلا ده المولر هات اهو مثلا هاجي البريمولر، لا هتبقى راونديشن، امسكه
راونديشن مش باكولينجوال. لو انا جيت اعمل راونديشن ولقيته مش جاي معايا خالص ممكن اروح ايه باكولينجوال. لكن الاساس او الاساسي او الحركه الاساسيه بتاع اللور مولر والابر سنترال انسايزر الاثنين ايه راونديشن. تمام، دي بسميها برايمري روتيشن او برايمري روتيشن. ايوه، يبقى انا ببدا بعمل روتيشن دي البرايمري روتيشن في اللور بليمورال والابر انسايزر. تمام تمام. في حاجه تانية بقى اسمها سكندري روتيشن. ايه السكندري روتيشن دي؟ السكندري روتيشن اللي بعملها ممكن اعملها في اي درس، ولكن امتى؟ مش ببدا بيها، لا انا قعدت اعمل باكولينجوال باكولينجوال تمام 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 وخلاص السنه اتلخلخت. فانا عايز ايه بقى؟ الروتس بدات تمشي معايا واتلخلخت، عايز اعمل حاجه تانية. ايه هي؟ لو هي السكندري روتيشن، يعني بعد ما عملت باكولينجوال وتمام التمام بروح بقى ايه في المولر مثلا او اي حاجه، بروح عامل ايه سكندري روتيشن او بيسموها فيجر اوف 8، لان انت بتيجي شويه بتدور شويه باكل شويه لينجوال، بتعمل كانك بتعمل شكل التمانية فيجر اوف 8 وانت بتعمل ايه روتيشن كده كده. تمام، يبقى السكندري روتيشن دي بتكون بعد الباكولينجوال في باقي الايه الدروس، ولكن البرايمري روتيشن دي بتكون في الابر انسايزر واللور بريمولر سكند بريمولر. دي انت بتبدا بيها برايمري روتيشن. احنا هنا عرفنا جيت منين تسميه البرايمري والسكندري روتيشن. تمام، اتمنى ان شاء الله كان الدنيا لطيفه وبسيطه، ويعني ايه هوقف كده الفيديو ان شاء الله دقيقتين ثلاثه هلخص كل اللي انا قلته كده بطريقه منظمه، لان انا حاسس الدنيا ساحت مننا، فان شاء الله هنحاول نلم الدنيا دلوقتي. طيب نلخص بقى كده دلوقتي، انا عايز اخلع بالفورسبس. ايه الحاجات اللي انا اعملها؟ همسك، اتفقنا البوزيشن مظبوط، همسك احط اللينجوال بيك وبعدين البكال بيك وهثبت نفسي اتاكد ان مفيش اي جنجيفا موجوده في النص، واروح نازل للاخر لحد ما اوصل للفوركيشن. كل الاسنان باكو لينجوال ما عدا اللور مولر بتبقى باكو لينجوال بكال. تمام، واللور سكند بريمولر والابر سنترا دي بتبقى ايه روتيشن. تمام، اتفقنا على كل الحركات اللي انا هعملها، انا عارف الحركه اللي هعملها وابدا اعملها، اعمل شويه وقف شويه بكل او لينجوال بحيث ان انا اعمل ايه اكسبانشن زياده للبون زي ما قلنا ايه في اللي احنا عملناه على الايه الفلين. تمام تمام، انا خلاص نزلت وعملت الكلام ده كله ورحت وجيت ولقيت الدنيا بدات توسع معايا وكله بقى تمام، بروح ايه شادد الفاينل وذرول لبره كلها بكل اكلوز اللي بره عشان ما اعورش البيشنت، ما عدا في اللور ايت، اللور ايت عشان البكل الكبيره بعملها ايه لينجوال، والابر باخده ديستالي شويه. تمام، وبيكون طبعا بارلل للونج اكسس اوف ذا تيث، دي طبعا ثابته في كل الكلام ده كله. هو تقريبا كده ايه كلنا، وبحاول انزل الديب ايبيكال جريب دي على قد ما اقدر. واخيرا قلنا لو في جزء ديستراكتد من التيث لينجوال بقى بكل، انا بروح اول حركه بتكون ايه ناحيه الجزء المتدمر من السنه بغض النظر عن هو فين. ده بالنسبه للفورسبس. الاليفيتور سريعا برضو، احنا قلنا الاليفيتور دي فيها ثلاث حركات، الويل اند اكسل ويدجنج ليفرنج. الليفرنج قلنا ان انا بسند على البون اللي ما بين السنتين عشان البكل ده بيبقى ضعيف قوي، الا في اللور مولر ممكن اسند على البكر لان هو ايه قوي. الليفرنج انا بقى بري بنديكولار على السنه بالمنظر ده كده واسحب لفوق زي ما ايه زي ما قلنا، بسند على السنه وايه وبعمل ايه لبره وبالمنظر ده كده، وبتكون الصباعي عامل ايه سبورت بالمنظر ده. تمام، ده بالنسبه للليفرنج. بيكون غالبا بالستريت. الابيكسو بقى سواء هو ستريت او كيرفت زي ما شفنا بعمله ايه، بيكون بارل للسنه، ببدا اعمل ايه شيكنج كده او بهز شويه شويه لحد ايه بسايسه كده لحد ما يدخل والاقي السنه ايه طلعت لي لبره زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. والويلاند اكزل قلنا لو في ايه سنه ايه روت ريمينينج روت ولا حاجه ايه بطلعه، واتفقنا ان الستريت ده الاول بعمل بيه لاكسيشن للسنه حتى قبل ما احط الفورسبس، ولكن الابيكسو استخدامه غالبا بيكون لو في ريمينينج روت سواء ده او الكيرفت. تمام، يعني اتمنى ان شاء الله الدنيا كانت واضحه ولطيفه. لو في اي حاجه انا نسيتها او في حد عنده اي حاجه يا ريت يكتبها، ممكن ان شاء الله نعمل فيديو صغير بسيط لايه نقول الحاجات اللي نسيناها. معلش الدنيا كانت شويه بس ايه على قد ما قدرت، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا.